مرحبا بكم. في عدد جديد من حصتكم ولادنا تحت جناحنا. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين. دونك لا يعني نعرفوا اهميه هذا الرضاعه وهو الامان الوحيد حتى للام باش هي ما تكولبابيليزيش. هاد الاولياء عندهم تساؤلات باش يربيوا ولادهم باش يواجهوا حالات معينه. تسمى كي يجي وقت الفاكسان ندير الفاكسان، ما لازمش ما نلعبش، لازم في وقته. كاين امهات تجي تقول لك انا نحس باللي وليدي ما يشوفش مليح، هو ما يشوفش مليح ولازم الاستاذ يكون على درايه بذلك. اذا احنا مع اخصائيين في شتى المجالات. نشكرهم ولادنا هذو، انا حياتي كلها مع الاولاد. يعني من بين البرنامج المستطرات والمديريه العامه للحمايه المدنيه باش نوصلوا مسعف لكل عائله. لازم يقول لهم بالك وتقيوه بالك وترقدوه. واش تقول للاطفال اللي يشوفوا فينا دركا على قرايتهم على الواجبات المدرسيه؟ نقول لهم يا اطفال قراو مليح حتى ننجح نبذل الجهد. اضافه الى برنامج عمو يزيد ولادنا تحت جناحنا، حصه جديده تخص الاولياء تجيب على اسئلتكم مع اخصائيين في شتى المجالات في هذه الاوقات على الشروق العامه. قلنا جناحنا.